بالنسبة للارتفاعات اللي كنا عم نشوفها بنهاية الأسبوع الماضي بالنسبة للدولار الأمريكي بالتحديد، ما بشوفها أنا بتكون عم بتصحح للاستثمار بالاتجاهات الصاعدة، هي فقط بتظن تصحيح للوضع الحالي حاليا، ما قبل كمان بيانات التضخم بدنا نشوفها هذا الأسبوع بالنسبة للبي سي اي نهار الجمعة، لأنه كل المعطيات اللي عندنا إياها من الناحية الاقتصادية، إن كان عم نحكي نحن الناتج المحلي الإجمالي اللي كمان عندنا إياه الأدفانس بالنسبة لهذا الأسبوع بفرجي على تحسن، ولا حتى اذا عم نشوف نحن بالنسبه للتراجعات عم نشوفها بالتضخم كنا بالسي بي اي ولا حتى الكور سي بي اي كمان الى حد ما بالقراءه الماضيه، وحتى كمان تصريحات باول وتصريحات اعضاء الفدرالي كمان كنا عم نشوفها الاسبوع الماضي، كل هذه المعطيات بعضها بتفرجي ان نحن قادمين بالقليل على التخفيضات بالنسبه لهذه السنه، واول تخفيض بيكون عم يبدا بسبتمبر تقريبا مسعر هذا الشيء 100%، فما بظن نحن عم نغير من هذا التوجه حتى يمكن يكون في قراءة ليكون في تسهل بعد أكثر هذه السنة إذا شفنا البي سي إي بعد عم ينخفض تدريجيا أكثر وأكثر، فما بظن هو أكثر من تصحيح فعلي عم بيحصل حاليا اللي كان عم يخرج من الذهب كمان بنفس الوقت ومن العملات المتبقية، وهو أوت فلو طبيعي يكون عم بيحصل من بعض الهبوط الحاد اللي كنا عم نشوفه بالأسبوعين الماضيين. بالنظر إلى اليورو، طبعا البنك المركزي الأوروبي أبقى نسب الفائدة ثابتة كما كان متوقعا يوم الخميس الماضي، ولكنه لم يعطي تلميحات قوية حول خطوته وموعد خطوته المقبلة، بالرغم من أن هناك كثير من التوقعات في السوق بأنه سيقدم على خفض آخر في شهر سبتمبر بعد أن خفضها في اجتماع الشهر الماضي. من البيان ومن المؤتمر الصحفي لكريستين لاغارد، هل تصريحاتها لا تزال تبقي على رهانات السوق بأنه فعلا سيأتي تخفيض قادم في سبتمبر برأيك؟ هو التناقض اللي حصل ناصر مش باخر تصريح عملته لاجارد، بالتصريح اللي قبله لما كانت عم تبلش بتخفيض الفائده، وكمان بالمقابل كان عم بيقولوا انه توقعات ل 2025 بالنسبه للتضخم هي على 2.5% اللي هي المستويات اللي حاليا نحن عم نشوفها لاخر قراءه بالنسبه للتضخم للمنطقه الاوروبيه، فكون انه نحن عم نشوف انه توقعات لسنه كامله السنه الجايه رح تضل مثل ما نحن هلا عم نشوف نحن التضخم، هذا الشيء ما كثير بيطمن فعليا، بفرجي انه التضخم مزبوط عم بينخفض تدريجيا او رح يكمل بالانخفاض تدريجيا، ولهذا السبب يمكن ما كان في كثير وضوح كبير جدا باخر تصريح له على اذا رح نكمل بالتخفيض بشكل مستمر ومتواصل. جورج، لدينا حوالي الدقيقة ويجب أن نتحدث عن الين الياباني. سياسة التخفيض ولكن البوز من بعدها. جورج، لربما كان هناك تقطع في الصوت لديك، ولكن يجب أن نتحدث قليلا عن الدولار ين. هذا الين الياباني كان سجل مكاسب مقابل الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين بالرغم من ارتفاع الدولار الأسبوع الماضي، هل تعتقد بأن هناك كان تدخل إضافي من قبل البنك المركزي الياباني هذا الأسبوع كما تم الحديث عن تدخل مشابه في الأسبوع الذي سبق ذلك؟ بظن صار في تدخل، واصلا اذا بدنا نرجع نراقب اخر تدخل حصل بسنه 2020 كمان كنا عم نشوفه، ما كان عم بيحصل بطريقه واحده او بموجه واحده فقط، كان عم بيتقسم على عده تقسيمات والتخفيض كان عم بيحصل على عده لازمات، وفعليا بعتقد هذا هو اللي عم بيحصل حاليا، بس ما بيقدر يستمروا بهذه الطريقه لانه بالنهايه عم بياثروا على الاحتياطي، فالمراهنه اكثر شيء على تخفيض الفائده بالنسبه للفدرالي اللي معقول يدعم الين الياباني بالمقابل وضعف الدولار الامريكي، وبالمقابل يمكن رفع الفائده مع نهايه هذه السنه بالنسبه لمصرف المركز الياباني، هول الشغلتين اللي هلا بين ايديهم والتدخلات تحصل فعليا وبعتقد رح تضل على طول عم تحصل للفتره القادمه.